بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي متابعي قناة باراميديكال دي زاد. اليوم إن شاء الله وصلنا للموضوع الخامس أو الجزء الخامس من العتاد الطبي، تسمى سانكيام بارتي بو ماتريال ميديكال. درنا الجزء الأول والثاني والثالث والرابع ودرك وصلنا للخامس. نتمنى أنكم استفدتم من المواضيع السابقة، وإن شاء الله تزيد تستفادوا من المواضيع الجاية إن شاء الله. وبيان سور إذا كنتم من المتابعين الجدد لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد، وبلا ما تنسوا تتابعونا على حساب انستغرام وحساب صفحتنا على الفيسبوك، تلقوا الرابط تاعهم في صندوق الوصف. بوات دانستريمون كما راكم تشوفوا في الفوتو هي علبة حديدية معقمة يتم فيها جمع العتاد الطبي والجراحي بمختلف أنواعه، وعادة ما تجدها في مصلحة الاستعجالات أو في غرفة العمليات، حيث تحتوي على العتاد التالي. العتاد التالي اللي هو راح يكون موضوع تاعنا وهو اللي يجي في البواط دانستريمون. نبدأ أولا بلو سيزو. لو سيزو فيه أنواع حسب الغرض تاعو. لو سيزو هذا هو مقص جراحي معقم يستخدم للقطع، ويختلف حسب الغرض كما قلنا من استعماله. يوجد مقص للضمادات، يوجد مقص للتشريح، ويوجد مقص للقزحية، وأيضا يوجد مقص العمليات أو مقص الغرز، ومقص قطع الأوتار، ومقص جراحة التجميل. عندنا المعدة الثانية أو الثالثة لو سكالبال، اللي هو كما راكم تشوف فوتو عبارة عن أداة طبية حادة ومعقمة على شكل سكين. السكين هذا يكون صغير ومزود بمقبض ضيق وشفرة حادة، تستخدم في القطع والتشريح أثناء العمليات الجراحية. نقولوا له سكالبال، ولا ايضا كاين بيس السكالبال يكون به بالمقبض تاعو، وكاين بيستوري لام اللي هو الموس الصغير وحده كما راكم تشوفوا في الفوتو. هو نفس المعده السابقه، يستخدم في الجراحه ولعمل شقوق جراحيه او للتشريح. البيستوري لام هذا اثناء العمليات الجراحيه كيكونوا راح يشقوا واحد او راح يفتحوا واحد، يستعملوا البيستوري هذا. كاين بانس اي بي لي كما راكم تشوفوا، هو أداة طبية جراحية، ودائما الأدوات الطبية والجراحية تكون معقمة، وعبارة عن نوع من الملاقط ذات الأغراض الخاصة، ويكون مزود بنبض يعني يرجع وحده ما يبقاش لاصق، والهدف منه هو التقاط أي شيء يسقط في الجرح أثناء العملية الجراحية أو إمساك بشيء ما. مثلا أنت كنت أثناء عملية جراحية طاحت لك كاش كومبريس في الجرح تاعك، ولا طاحت لك أي حاجة خيط هكا، ما تقدرش تروح تمسها بيديك، عندك بانس اي بي لي هذا تستعمله تجبد به الحاجة او الكومبريس اللي طاحت لك في الجرح. عنا بورتيغوي. بورتيغوي كما راكم تشوف فوتو يستعملوه اثناء خياطة جرح، يحكموا به ليغوي اللي لاصقة في الخيط، ليغوي اللي لاصقة في الخيط اللي خيطوا به هذا. كوم تعرفوا شي هي بورتيغوي، هو أداة جراحية تشبه المقص، يستخدمها الأطباء والجراحون لعقد إبرة خياطة أو لإغلاق الجروح أثناء العمليات الجراحية أو عند عمليات الخياطة، خاصة في الاستعجالات، مصلحة الاستعجالات يعني. كاين بانس دو كيلي كما راكم تشوفوا، هو أداة طبية جراحية تستخدم على نطاق واسع في الجراحة لأداء الإرقاء والتعامل مع الأنسجة الهشة، الأنسجة اللي ما تصلحش لراشية كما نقولوا نحنا، وأيضا الكمادات، التعامل مع الكمادات، كما أنه يستخدم أثناء الرعاية الصحية لعقد الضمادات والكمادات وضغط أنبوب التسريب. بانس دو أتسون سون غريف هو ملقط تشريحي جراحي دقيق ومعقم. من أهم استعمالاته أنه مناسب للإمساك بالأنسجة الحساسة وحملها، يعني
الانسجه الحساسه هذيك اللي ما بعيش كيف نقولها لكم، وانسجه حساسه ليسونسيال وصاي. بانس اي كارد وشي هو؟ هو اداه جراحيه وعمليه مضبوطه للغايه، يمكن استخدامه لاستخراج الاجسام الغريبه مثل الاشواك او وخزات اللسع، حيث تضمن نهايته الحاده امساكا جيدا مما يسهل عمليه الاستخراج. كاين بانس كخيل ايموستاتيك، هو اداه طبيه تستخدم في الجراحه لربط الأوعية الدموية اعتمادا على حجمه وشكله، الحجم تاعو والشكل تاعو يكون مستقيم ومنحني. كاين بانس اونغل انكارني، لي زونغل انكارني اول حاجة اللي هما الاظافر الخشان، هادوك ما تقدرش تحكمهم بالكوبونغل. لو بانس اونغل انكارني هذا هو بانس الاظافر الخشان هادوك، كم تعرفوا شي هو؟ هو أداة طبية تستخدم للقص الدقيق والسهل للأظافر الصلبة والسميكة كما قلت لكم، ويستخدم خاصة في مصلحة طب العظام، وأيضا نجده في مصلحة الاستعجالات. بنس هارتمان أغليسمون كما راكم تشوف فوتو، مع شكله المحروس والفكوك المحززة يفضل إمساك أفضل، ويعتبر مناسب تماما للإمساك بالأجسام الغريبة التي تدخل في الأذن أو في الأنف واستخراجها. بنس أنتيتيك هو ملقط على شكل كماشة مقاومة للقراد، واستخراجها دون قطعها على الجلد، وطوله 8 سنتيمتر، وهو قابل للتعقيم بالبخار المضغوط. كاين بنس بازي دغوات، هو ملقط على شكل مستقيم مقاوم للصدى، يستخدم في التوليد لإصلاح عنق الرحم أو الضغط عليه، ونجدها في مصلحة التوليد أو طب النساء. كاين فيل دو سوتور ريزوربابل، فيل دو سوتور ريزوربابل أو أبسوربابل هو خيط جراحي قابل للامتصاص، ويهدف إلى خياطة الجروح الداخلية أو الأعضاء الداخلية اللي تكون داخل جسم الإنسان خاصة الأوتار، حيث أنه يتميز بأنه قابل للذوبان على مدة 6 أشهر داخل الجسم دون اللجوء إلى نزعه مرة أخرى. يعني الخيط هذا الموب كي تخيط به عضو من الداخل، سواء المرارة أو الكبد أو وتر تاع العظام أو ما إلى غير ذلك، ما تحتاج أنك تزيد تعاود تفتح الجسم وتنزع الخيط هذاك، لا لا، يذوب وحده على مدة 6 أشهر. وكان على العكس تاعو اللي هو لو فيد سيتير نون ريزوربابل او نون ابسوربابل، اللي هو خيط جراحي غير قابل للامتصاص، يستخدم لخياطة الجروح الخارجية والاعضاء الخارجية، خاصة الجروح في الوجه او اليد او الرجل او ما الى غير ذلك، حيث يمكن ازالته في مدة معينة حسب طلب الطبيب. الخيط هذاك الاخضر اللي تشوفوه يخيطوا به الناس من برا هكا، سا ديبون في لابو تاعهم يكون باين ليسونسيال، هذاك عنده مدة معينة حسب طلب الطبيب ويتنحى، ما يقدرش يذوب، هذاك لازم تنحيه على مدة 15 يوم إلى 20 يوم. واخيرا كان لابوتونس، وشي هي؟ هي عبارة عن عمود فولاذي قائم يسمح لنا بتعليق السوائل للتسريب الوريدي البطيء، وتوجد عند سرير كل مريض في المستشفى، ولديها عجلات صغيرة مما يسمح لنا بتحريكها إلى أي مكان. لابوتونس كما راكم تشوف فوتو، هذيك اللي نعلقوا فيها السيروم أو نلقاها في قاعة العمليات، نعلقوا فيها الدم للتسريب الوريدي أو ما إلى غير ذلك. في الأخير وصلنا إلى نهاية الفيديو، أتمنى أنكم استفدتم، وهذا هو الخمسة أجزاء تاع العتاد الطبي، نتمنى أنكم استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله.